تكشو ولا نشرة ولا نشرة الليلة مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصر تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصر تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصر. انتوا بتعملوه ده؟ انا جيت اهو قدمت في مدرسه الارهاب. عارفين انا جيت قدمت هنا ليه؟ ليه؟ عشان بيقول لك هنا بيوفروا فرص عمل بعد التخرج. اوه، هو احنا هنتخرج؟ ما احنا بعد ما ننفجر هنتخرج من الدنيا يا مامي. يا جماعه احنا جايين هنا مكان اكاديمي علشان نتعلم الارهاب. قدامك اهو وكر الارهاب النموذجي. انا مش عارف ايه اللي خلانا اتوافق واجي معاك اكاديميه الارهاب. كان نفسي اروح اكاديميه امينه شلبايه اتعلم التجميل والموضه. يا وكس امك فيك يلا. بقول لكم ايه، احنا مش هنبقى ارهابيين بجد يا جماعه، احنا بس هنقولهم ان احنا فدائيين مؤمنين بالقضيه الشويتين دول، واول ما يكلفونا باي عمليه هناخد القرشين ونخلع. وبخصوص موضوع الهروب ده انا عندي فكره جديده ما اتعملتش قبل كده. ايه؟ احنا نحلق دقوننا دي نعملها دوجلاس ونطلع على مطروح. دي جديده ها؟ محدش عملها. طب بقول لك ايه، سيبك بقى من موضوع الهروب ده. ها، اهم حاجه اللي اتفقنا عليه امبارح يا جماعه، غيرنا اسامينا زي ما اتفقنا. ها، كل واحد كده عامل له شخصيه وطريقه بيتكلم بيها، تحكي عن تاريخك في الارهاب، عمليات جامده عملتها. انا عايز الامير يحبنا ويحترمنا. بخصوص موضوع الاسامي ده بالذات اطمن. بس بقول لك ايه، ما تعملش زي الواد المايع ده. ليه؟ عمل ايه امبارح؟ اقول له اسم توتو ده هيودينا في داهيه، شوف لك اسم كده راجل ناشف يخوف. اساله الصبح يقول لي هبقى توتو الشرير. يو بقى، لو انتوا مخنوقين مني والله العظيم اكل شيبسي بالشطه وموت نفسي دلوقتي. يا ريت. احنا هنقتلك بعدين ما تقلقش، اصبر على رزقك. يا جماعه لازم دلوقتي تحسوا ان انتوا ارهابيين، كل واحد مننا هيبقى ارهابي. ارهابي 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 ارهابي. ابدي الخليه الارهابيه دمائي اموت اعيش. اموت اعيش واشرب حشيش. اموت اعيش واشرب حشيش وكفايه اشوف قنبله بتنفجر قدامي قدامي قنبله بتنفجر قدامي. ارهابي 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 ارهابي. يلا تنسى اقعد هناك كده. يا ابو معروف عامل ايه؟ احنا جينا في الميعاد اهو. طب كويس ان انتوا جيتوا، اقعدوا بقى على جنب كده. استنى نشوف التليفون مين معاه التليفون. استنى. الو، انت مين؟ انت بن لادن؟ انتوا ارهابيين بقى وقاعدين مع بعض وبتروشوا عليا على الصبح؟ انت مش مت؟ انت اسمك على اسمه. طيب ايه، جبتوا الفلوس والتمويل جاي؟ والله العظيم. طب قولوا وحيات صفي ناس كده. اطلب منكم طلب، لما تخلونا افجر نفسي خلونا افجر نفسي في صفي ناس، عشان حاجتين. الاولى ان انا نفسي اشوفها، التانية ان انا لو فجرتها اخش الجنة حتف. عشان دي مدمرة الجيل كله، دي مدمرانا انا شخصيا، انا مش عارف اقف بسببها والله. طب تمام، ومين اللي هيجيب الفلوس؟ تمام،
طب وكلمة السر ايه؟ سر مش عايزين تقولولي؟ طب انا هفهم منين يعني؟ اللي هيجي تفهمه ازاي؟ طب تمام ماشي، يلا يلا ربنا ينتهم منكم، يلا سلام باي باي. طب الحمد لله يا يرد في كل حاجة. مين اللي بيرزع على الباب كده؟ يا عم احنا ضيوفك، شوف انت. يا شوف انا انت مين اللي بيرزع كده اهو؟ افتح يا شيخ. ولا ترزعش كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ايه التلاجة اللي دخلت علينا دي؟ انت في كنز جوه؟ في كنزات؟ كنزات ايه؟ انت ايه يابا؟ انت مين؟ انا المدعو ابو عيشة. ايه ده؟ انت الشاب خالد؟ يا ابو عيشة. لو عيشة عيشة ايه كوتيمو عيشة دون بابا غيري باسي يا كو والمصحف مانا. يا عم سيبنا ببسط شوية يا عم، هو كله هم كده راح. طب انت مين ابو عيشة؟ مين ابو عيشة؟ ورحاب ورباب شوية اطفال كده. هو انت اطفال؟ انت متجوز؟ لا. امال انت ابو عيشة ازاي؟ احنا عندنا في الجماعة لازم كل واحد يسمي نفسه ابو حاجة. في اللي بيختار ابو عيشة، في اللي بيختار ابو الفتوح، في اللي بيختار ابو اسماعيل. انت تحب تبقى ابو ايه؟ انا ابو معروف. ابو معروف مين؟ انا معرفكش. بس ما تعرفنيش؟ لا. انت بس خش على جوجل واكتب محمد صلاح شوف هيطلع لك مين. بس انا معروف. انت تعرف حمادة زقلة؟ حمادة زقلة مين؟ تعرف عبده البقرة؟ بقرة مين؟ انت بتروح التعاون؟ تعاون ايه؟ يبقى انت ما تعرفش. اقعد يا عم على استنى يا بابا، انت كلمة السر ايه؟ انا ارهابي ارهابي انا. يا دي السعد يا دي الهنا. تمام. لو سألتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي وابن ارهابي والارهاب الله عليك. الله عليك يا شيخ. اهلا وسهلا. طب اتفضل اقعد، الامير هيجي. دي الفلوس؟ كله تمام. الامير دلوقتي عشان اتعرف عليكم بقى عشان انا ما اعرفكمش. معاك المجاهد سحلب ابو فتلة. ايه ده؟ انت تعرف المجاهد سكر بره؟ ده احنا متقلبين سوا يا جدع. طب سلم لي عليه بقى. اخوك وحبيبك المجاهد ابو العربي. السلام عليكم. عليكم. المجاهد ابو الشمسه. المجاهد ابو زعبة. منورنا والله العظيم. بعدين في التليفون ده انا خلاص كده. الو الو، مين معايا؟ انا وزير الداخليه. انت كمال الشناوي؟ ايوه انا وزير الداخليه كمال الشناوي. طب انت عايز مني انا ايه؟ اسمع يا ابني اسمع اسمع. ايوه. انا عاوزكوا تسيبوا الوكر ده فورا فورا فورا. نسيب الوكر ليه؟ انت مجنون؟ ده نرمي عليك انابيب من المجمع عندنا فرتك لك الدنيا. يابا مجمع ايه؟ احنا في وكر تافه، ركز. ايوه عايز ايه بقى؟ انا مش عايزكوا تفكروا اي حاجه. اسمع يا ابني انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. طلباتكم ايه؟ احنا عندنا مطالب وعايزين ننفذها. انت مطالبك ايه؟ انا نفسي في شقة. انا نفسي في عربية. وانا نفسي في فسبة. وانا نفسي قلق نفسي واد حبيبه وبيه. والله انا عسل. ايه ده؟ هتودينا في ده يا ابو معروف؟ يا عم بس بالتلاجة اللي انت جايبنا لنا فيها دي. الو اسمعني كويس يا ابو معروف. ايوه. انت عرفت اسمي منين؟ ما انت فاتح السبيكر يا غبي. طب انت سمعت المطالب؟ انا سمعت المطالب. مطالبكم ديت انا مش هنفذ منها حاجه ابدا ابدا ابدا. ليه؟ انتوا اخركم معايا وجبات من ماكدونالدز. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا احبه. طب انا مش بحبه، انا مش بحبه، ما بحبوش انا ماكدونالدز ده خالص. اكله عافيه يعني. ها يا اخوانا الوزير مش عايز ينفذ لنا مطالب وبيقول لنا اخبطوا دماغكم ببعضيكوا. اثبت على موقفك يا ابو معروف. احنا لو مشينا ورا الحكومه هترسى على فول وطعميه. في اوروبا والدول المتقدمه بيقولوا الحكومه كده عيب. استر علينا يا رب. ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. انا عايزكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم. الشبابيك مفتوحه والحكومه كلها تحت. الارهاب الارهاب لنخلي عيشكوا باب. 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 الارهاب الارهاب لنخلي عيشكوا باب.
ايه؟ سلام عليكم. اه ايه الاخبار؟ الحمد لله. الناس جم؟ الناس يا هم. هم دول هيفجروا نفسهم؟ هم دول. هيسمعوا الكلام من غير مناقشه؟ دول فرقات. فجروا في اي حته يروحوا يفجروا؟ يلا في داهيه. ضامنهم الناس دي؟ في رقبتي يا امير. والله قلقان من رقبتك. لا الراجل ده الامير ابو امير اللي هو انا فاهمهم انا فاهمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا انا عايز دول هم؟ ضامنهم دول؟ ده دول عشان بيحبوك بيعملوا نفس حركاتك. فيهم حد فجر نفسه قبل كده؟ طبعا يا امير، الشاب ده فجر نفسه مرتين. ده فجر نفسه؟ فعلا شبه الفارغ فعلا. طب انتوا وانتوا جايين كان في حد مراقبكم؟ ايه ده؟ عرف ازاي؟ امير وافكاره اميره. انت ذكي جدا. والله انا حبيته من اول ما شفته. عربيتين امني مركزي ورانا لحد مدينة هنا والله. ما طبعا طبعا لابسين لبس فرنجه لكن سايبين دقونكم يا اغبياء. عندك حق. دي كانت بتشوكني موت. هي اصلا بأستي. ثانيه، وايه الارهاب اللي هناك ده؟ عارف هيشبهنا الارهابي ده؟ لا 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 لا. ايه ده منهم؟ ده في رقبتي ده. ماشي. دي المتفجرات الكتير اللي انت لابسها، انت جاي تفرتكنا ولا ايه؟ يا ابني ما الحزام الناسف قبل ما تديه لحد ينسف بيه نفسه لازم اجربه، لو ما تناسفش ما تدوش لحد، لو اتناسف اديه لحد، ما لازم اجرب يا ابني. عظيمه يا مصر. امال ايه؟ 100 100. امال ايه؟ عايز حاجه تاني؟ والقفل ده بقى انت مقفله ليه؟ ما القفل ده بقى اهم حاجه. القفل ده يا اولاد عشان تجبروا نفسكم ان انتوا تفجروا نفسكم زي اسمه ايه؟ عمر المختار. عمر المختار كان الجيش اللي معاه بيربطوا نفسهم بسلاسل مربوطه في الارض. ليه؟ عشان لما العدو يدخل يقتلهم على طول، ما يقاوموش، يجبروا نفسهم ان هم يقعدوا. عشان كده الحاجات دي كلها. وبعدين ايه القفل ده لعلمك؟ ليه إيه؟ مفتاح رد. اما ايه القفل؟ ليه مفتاح؟ يا سبحان الله، انت جاي الدنيا جديد ولا ايه؟ اول مره تعرف ان القفل بيبقى له مفتاح؟ ده عجب، انا بشوف عجب هنا. لا القفل ليه مفتاح. اه يا امال ايه؟ طيب اهو 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 ده المفتاح بتاعه، بحيث بقى بعد ما انت بتعمل كده تقفل القفل ترمي المفتاح على طول. اه يلا مش مهم. وتقوم مفجر نفسك بقى على طول على طول. معلش معلش بس يا امير، ايه الزرار اللي انا دوست عليه ده؟ انت دوست عليه؟ ايه ده اللي بيفجر. يلا المفتاح بسرعه، المفتاح بسرعه. تعالى تعالى ابو معروف، تعالى ما يجراش حاجه، معاه مفتاح تاني، معاه مفتاح تاني. خد اهو، خد خد المفتاح ده، روح عند الراجل خليه يطلع لنا نسختين بتاع المفاتيح. ها بس ما تخلوش بقى يضحك عليك يقول لك خد الميداليه دي ويبيعها لك وبتاع. ايوه خلاص. طيب بسرعه. ولا اقول لك هو الراجل عارف شكله. ايه ده؟ انت فجرنا بالسريعه دي. نعم فجرنا. انا افجركم؟ بالطريقه دي. استنى استنى، في واحد عمو. هو انت كنت موصل المفجر؟ المفجر نفسه؟ لا ما كنتش موصله. غريبه، امال فاتوره الكهرباء بتيجي غاليه ليه؟ يبقى كده مش هينفجر الموصل. المفجر مش هينفجر. الواد ده صح، الواد ده صح، برغم ان هو مش صح لكن شكله صح. ابو زعبل. ابو زعبل سجن القناطر اخرك يا ابني. ابو زعبل ايه؟ حد يفك معايا البتاع ده. ما قلنا بقى ابو نسمة. تعالى يا ابو، انت قلت ايه؟ فاتوره الكهرباء ايه؟ ماشي. بالراحه يا ابو نسمة. بالراحه 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 بالراحه. ثانيه واحده ثانيه واحده، لان احنا لسه ما انتهيناش. لسه الديناميت ده لازم لازم الاول لازم نفضي كل اللي فيه. صح. عشان الديناميت ده لو ما فضيناش اللي فيه ممكن ينفجر. هتفجر؟ ما تخافوش، كل واحد ياخد ساتر، كل واحد ياخد ساتر. ايه ده؟ ايه ده؟ هات 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 اي حاجه اقعد عليها بسرعه بسرعه. هي هي برضو. ماشي.
معاهم، يا ريتني كنت معاهم. ما يا ابني ما هم هنا، روح اقف معاهم، ايه المشكله يعني؟ الحمد لله حولنا الديناميت كله لعسليه. اضرب يلا، اضرب اضرب يلا، اضرب اضرب. وحوش ارهاب في البر، ارهاب في البحر، ارهاب في الجو، عسليه عسليه عسليه. ايوه يا الحمد لله الحمد لله. لا مؤاخذه يا عم العميد، احنا سمعنا ان انت جامعنا عشان عمليه. جامعكم عشان عمليه ارهابيه ضخمه، كل واحد فيكم هيلبس مفجر وهيروح يفجر نفسه في المكان اللي انا هقول له عليه، عشان عندنا اهداف نبيله، بس نبيله نفسها مش عارفه، ولازم يكون كل واحد شايف نفسه انه يقدر على المهمة دي. خلاص؟ العملية دي بقى ضربة خرطوش؟ تمام كده. نعم. العملية دي ضربة خرطوش؟ لا، ضربة خرطوش ده شغل بتاع زمان. يبقى قتل متظاهرين واطفال وكده. لا، ده شغل بتاع ناس ما عندهاش ضمير. شوية زيت زيتون على منزل الدعير الزحليق كله. ده شغل الشيف شربيني. زيت زيتون ايه؟ احنا بنتكلم في متفجرات، ناس هيفجروا في نفسهم وفي كل الناس اللي مالهمش ذنب اللي حواليهم. امال ايه غلبتنا يا كابتن؟ كابتن؟ الامير ابو امير يتقال له يا كابتن؟ ايه العيال دي؟ دي العيال دي والله كويسين، دي بفرقتي انا عارف. انا قلقان من رقبتك ده يا ابو معروف، مش هينفعوني. بيقول لي يا كابتن. والله العظيم انا اصلا نسيت اقول له، ما كانش عندي وقت اقول له انت مين؟ ما عرفهمش انا مين؟ ما نسيت، مفيش وقت. كان عندك ايه؟ كنت باخد كورسات. كورسات ايه؟ كورسات ارهاب. بره عني هنا؟ ما انت من الفضل يا امير. ما انت مش فاهم يا ابني. ما انت مش فاهم، انت غبي، انت غبي. عايزين نحاول نفهم اهو. ها؟ ماشي. عموما انا هشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط، بس الاول لازم نتعرف على كل واحد وايه اللي عمله قبل كده. جرايا يا ابو البنات، انت جايبنا عشان نتهزق ولا ايه؟ انت جاي تجيلي مننا ولا ايه؟ يلا بينا يا رجاله. يلا قبه. اقف يلا انت اهو يلا. وهدخل وكر الارهاب زي خروج ولا ايه؟ كل واحد يعرفني بنفسه واللي عمله قبل كده من سكات. ازاي يعني يعرفك بنفسه وازاي من سكات يا امير؟ انت صح، انت صح. مين ده؟ ده ابو عيشه اللي جاب الفلوس. ده اللي جاب التمويل. هو اللي بيمول الارهاب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الامير. الامير. كلمه السر. انا ارهابي، ارهابي انا، يادي السعد يادي الهنا. لو سالتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي ابن ارهابي وكل ارهابي الله عليه. انت الامير طبعا. الفلوس موجوده يا امير؟ الفلوس موجوده تمام. واخبار بلدكم الصغيره اللي مدوخه العالم كله ايه؟ كويسه الحمد لله. كويس. يا سلام، انتوا اللي بتمولونا. ده احنا بص ابعتوا واحنا نقطع على طول. ماشي يا ماشي. ماشي. ها انا جاهز احكي على تاريخي يا كبير. اتفضل قول لي. انا بقى بعد اذنك عملت كل حاجه ترضي ربنا، حرقت كل نوادي الفيديو اللي في البلد، وما سكتش الا لما نزلت قدامي اطلال. اشمعنى اطلال؟ عشان الاطلال احباب الله. والله ارهابي لذيذ. يا ابو ربيع. عايش ابو ربيع. ابو ربيع ايه ازاي؟ ابو معروف. ابو معروف. ايه بيقول لك الاطلال احباب الله، هتوصل لكده يعني؟ لا عيش، بس دول ارهابيين في عمرهم صغير، فيقولوا اللي هم عايزينه يعني. كده هيموتوا بعد شويه، فسيبهم يتبسطوا لهم حبه في الحياه يعني. ماشي يلا اتفضل. معلش يا امير معلش، اصل ابو العربي دماغه لا مؤاخذه مريحاه حبتين. وانت دماغك سليمه بقى. انا دماغي سليمه وتاريخ وبطولاتي يشهدوا علي ان شاء الله. اتفضل قول لي تاريخ. انا بفضل الله تعالى فجرت نفسي 3 مرات. حلو ده. فجرت نفسك 3 مرات؟ نعم، مره في افغانستان ومره في العراق ومره في امريكا، والتلاته في نفس الوقت. لا ثانية واحدة، عديت لك انك فجرت نفسك 3 مرات، التلاتة في نفس الوقت ازاي؟ اقول لك انا الاول رحت افغانستان لبست الحزام، رحت على العراق حطيت صوابع الديناميت، رحت على امريكا جبت ريموت الكنترول، جيت هنا مصر برنس ماسك ريموت الكنترول قدام التلفزيون، واعد اقلب التلفزيون الحياة والحياة الزرقاء والحياة الحمراء كل القنوات والله. برنس. ده ايه ده؟ ده زي ايه ده؟ ده عبقري ما شاء الله. عبقري ايه؟ ده وهمنا دلوقتي. ده مجنون. ده العائل اللي فيهم؟ ده فرقتي. اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. انا مش هتكلم عن نفسي كتير، كفايه بس ان اقول لك ان قعدت 17 سنه في السجون والمعتقلات.
17 سنة ظلمة ظلمة. انت استحمل يا ابني اسبوعين، قعدت ليه 17 سنة؟ ما انا مش عارف بقى، انا لو اعرف السبب والله العظيم هرتاح، بس ما عرفتش. 17 سنة حبسوه ظلم 17 سنة وما تعرفش السبب كمان. هو كان في سبب بس انا ما فهمتوش. ليه؟ ما بعرفش اتكلم الماني، ما بفهمش الالماني. انت كنت محبوس في المانيا؟ كنت مش باين عليا. وانت ايه اللي وداك الماني؟ انا كنت رايح اتعلم الماني. وتعلمت الماني؟ لا ما اتعلمتش بقى، ما انا قعدت 17 سنة مسجون، هتعلم فين بقى وامتى وازاي؟ اتعلم فين ايه؟ كل اللي حواليك الماني يا ابني، ما تعلمش منهم ولا كلمة. ايه؟ كل اللي حواليا كانوا بيتكلموا الماني؟ يعني اللغة الغريبة اللي كانوا بيتكلموها دي كانت الماني؟ مالك؟ رجلي الماني. الواد ده مايع بس لذيذ. رجلي الماني. ايه؟ دي العالدة اصل عمرها صغير والله. هيموتوا بس يتبسطوا لهم حبة في الحياة. ماشي. يلا ابدي اللي عنده حاجة يقولها. عموما انا كده عرفت ايه يعني انتوا ايه تاريخكم وايه العمليات اللي عملتوها. دلوقتي بقى هيجي دوري ان انا اقول لكم على الخطه اللي انتوا هتعملوها. بس انا لسه ما قلتش على تاريخي. لا معلش عايز خالص. لا انا عايز اقول تاريخي يا كوسه حتى في الارهابيين. تاريخك باين عليك يا ابني كفايه. لا هقول تاريخي يا ابني، مش محتاج اسمع تاريخك خلاص. على الطلاب الثلاثه لو قلت تاريخي دلوقتي. اتفضل قول تاريخك. ولد المجاهد سحلب أبو فتلة سنة 1990، أول من استخدم البزازة كمولوتوف، كان يتميز بالطائفية والعصبية، كان يكره. أنت هتحكي لي من 1990؟ 20 سنة هيعدوا هوا، اصبر بس هقولهم لك. خش على المفيد. المفيد، سنة 1995 أقلعت عن ارتداء البامبرز، ومن هنا ابتدت حياتي العنيفة، ومن هنا. خمس سنين بتلبس بامبرز؟ اقعد اصبر. طالما بتتريق علينا قول لنا تاريخك أنت يا عم الأمير. تاريخ أنا؟ ايه انت بتضحك على ايه؟ عظمه يا اخي. انا بقول تمهيد لحاجه هقولها. ما انا بمهد معاك. طيب هقول انا وانت خش ورايا. ربنا يستر. تاريخي، تعرفين البرجين اللي اتفجروا في امريكا؟ بعديهم في شارع شمال كده، واخد بالك؟ بتخش فيه بتلاقي اخر الشارع واحد بتاع رز بلبن، بس هناك بيسموه رايس اند ميلك، وبيبقى فيه فوق الوش شويه ناتس. ايه الناتس دي؟ والله ما اعرف يعني ايه. بعديه بقى بتلاقي فيه واحد كان جايب عربيه 4x4، ده كان صاحبي، بس ايه مش رشه دواخل. بقول لك يا امير، صاحبك وعربيه المساله عوقت. انا ما حكيتلكوش على صاحبي؟ لا بص الموضوع ده هيطول شرحه، انتوا روحوا فجروا نفسكم وبعدين ما ترجعوا ان شاء الله بقول لكم. لا انا اسمعها دلوقتي. سؤال بس يا امير، هو مش اللي فجر البرجين كان أسامة بن لادن؟ لا هو بن لادن فجر بس ما نفذش. فجر بس ما نفذش. ورجلي ألماني و مثل أنا عمري صغير زي الناس دي والله. احنا جايين نفجر مش نقلش يعني. هموت أصلي بعد شوية فيلا. ماشي. حضرتك عايز حاجة؟ عايزين نسمع الحكايه دلوقتي. لا انا الحكايه احكيها لكم بعدين عشان هنضيع وقت. مش هنفجر نفسنا لما نسمع الحكايه دلوقتي. يلا بقى هحكي لكم بعدين. يلا بقى هنخلص بعدين يعني عشان والله خساره فيهم يفجروا نفسهم العيال دي. عموما انا هحكي لكم على كل حاجه، بس الاول اقول لكم ازاي تعملوا المتفجرات. هبتدي معاكم الاول بالمولوتوف، وبعد كده اخش مع مرحله القنابل اليدويه والقنابل البدائيه، وبعد كده اخش على الحزمه الناسفه بقى. ماشي يلا هشرح لكم دلوقتي كيفيه عمل المولوتوف. المولوتوف الاول بتجيب ازازه بيره بتكون مشبره، ولازم تكون مشبره، جيبوها لي اشربها وبعدين نملاها احنا بقى. هنحط بنزين. انت بتشرب ايه ده المولوتوف يا له؟ ده اي حاجه بتشربها. ما مش عارف. امسك نفسك امسك نفسك. طب اموت؟ لا مش هتموت، لا اصلا عمرك صغير يعني. دلوقتي ادي ازازه المولوتوف. هنجيب ثانيه واحده معايا اتصال، نقول الو. الو سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم سي الامير لو سمح؟ انا الامير. انت مين؟ انا ام ايمن. والله العظيم انا بحبك انا وجوزي والعيال. يولع جوزك والعيال، المهم انت ده انت اغلى عندي
عندي منهم كلهم. ربنا يخليك. عايزة تسأليني في ايه يا أم أيمن؟ معلش أنا كانت فاتتني الحلقة بتاعت القنبلة البدائية وعايزة أعرف هي بتتعمل إزاي. القنبلة الابتدائية أعملها لك أنا، ما تقلقيش. عايزة تسألي في حاجة تاني؟ أه كان عندي استفسار. فضل. دلوقتي لو عايزة أعمل قنبلة أكبر عشان أفجر أم فاروق جارتي أعمل إيه؟ تفجر أم فاروق جارتك؟ أه. هي أم فاروق دي تخينة؟ دي قنبلة بس ولاعه وتحتيها ولاعه على طول. وانا جاي لك انا يا ام ايمن. مع السلامه يا ام ايمن. مع السلامه. دلوقتي طريقه عمل المولوتوف سهل. ايوه اتفضل. هو ممكن بدل ازازه البيره ممكن نجيب ازازه بيرفيوم؟ بيرفيوم؟ يس بيرفيوم ده لو رايح تفجر سيتي ستارز. يا المهم بعد ما عرفنا افتح شوف مين. مين اللي بيرزع على الباب ده كده؟ شوف مين. مين؟ انت بتسالنا انا؟ مش انت عارف كل حاجه؟ لا روح الناحيه الثانيه يعني. بص اهو عديني بقى وروح. عديني وروح. ده ليه؟ لا ده عشان كده اهو. ايه افتح يا عم. انا الدليفري. ده واقف يقول انا دليفري. بيقول لك انت دليفري؟ يقول انا دليفري. يا نهار اسود ده انا هنفخ له وشه. روح شوف. تعالى اوعى يا عم نزل ايدك. سلام عليكم. عليكم السلام. نزل ايدك دي. اه اوعى ايدك واليونيفورم يا عم. احنا خلصنا من دريفر اما توري يونيفورم. انت عارف اصلا يعني ايه يونيفورم؟ اقعد يا انت. مين يا يا ابني؟ ما تنرفزونيش كده يا انت. هتكفيني على وشي انا. ما تنرفزنيش عليك يا ابني. في ايه؟ اقعد يا ايه جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ انتوا بتزوني كده ليه؟ انت يا عم في ايه؟ ما تزوقنيش. انت مين يا؟ طب نجيب مضارب بقى ونلعب بقى. مين ده؟ مين ده ابو معروف؟ انت مين؟ ابو شقره. ايه ده؟ ابو شقره يعني ايه؟ يعني بنته شعرها اصفر. ابو شقره بنته دي. يا ابني في ايه؟ ما تنرفزنيش عليه. الواد تعبان في دماغه ولا ايه؟ بقى هو انت اللي بتزقني وانا بكلم يا ابني؟ ما تنرفزناش. ما قولتش ربنا. ايه بتقول ايه؟ انت عايز تضربني؟ انت كنت ببرتم بتقول حاجه؟ انت عايز تضربني؟ ما انت كنت هتكفيني على وشي وانا جاي. يرضيك كده؟ يرضيني. انت جاي عايز ايه؟ وانت عشان زمايل. عشان زمايل. انت جاي عايز ايه؟ جايب لكم الكباب. مش انتوا برضو طالبين 9 كيلو كباب؟ لا عم احنا مش بنحبه. ايه ده؟ مش بنحبه ايه؟ مش بنحب حد يسمع كلمه كباب ويقول مش بحياة. ها ابو معروف جننت في دماغك ولا ايه؟ فعلا ناس ليها كباب وناس ليها الضرب بالشبشب والقباب. يا ابني ما تنرفزنيش عليه. ما ناس ليها الجزمه بس انا مش عايز اضربك بيها. تعال سيبه ده. ترن ترن ده عادة التليفون الارضي في جيبه. عشان صحابه كده؟ ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ما تطلع عليك كده في ايه؟ عم يا عم ساعه عشان معايا التليفون. الو الو مين معايا؟ انا وزير الداخليه. ده انت بقيت صاحبي بقى. يبقى فاضي. اكلم مين؟ اكلم ابو معروف بقى يرضي معايا. انت ايه؟ ما انش عندك شغل في الوزاره؟ روح يابا روح يابا عشان هنيجي نفجركوا بعد شويه. والله عايز ايه؟ اسمعني كويس يا ابو معروف. ما انا سامعك يا عم. عايز مني ايه؟ الكباب وصل اهو والسلطات وصلت. ما اكيد جوه. ادفع بقى الحساب. قال لك ايه؟ قال لي ادفع انت بقى الحساب. ده مين؟ ده كمال الشناوي. خلاص ادفع انت بقى. ادفع انت. هو انت بتجيب لي ناس يا ولا وتطلبني ناس عشان يضربوني؟ يا ابني هموتك يا ابني. معاك دقيقه 010. نعم دقيقه 010. بص مالكش دعوه بيه ومالكش دعوه بيا واتكل على الله يا ابني. اتكل على الله. انا جبت الكباب في المكان الصح ولا في المكان الغلط؟ في المكان الصح. ليه بتسال؟ عشان انا نحس. انت نحس؟ اه ده انا كنت مفكر نفسي نحس يا جدعان. بس الحمد لله جبت الكباب في المكان الصح. الحمد لله. ايه ده ايه ده؟ اول مره اشوف صابع ديناميت ماشي بيتكلم عادي كده. سبحان الله شكرا. يعني انت على طول نحس كده كل مكان بتروحه بيطلع غلط؟ اه يا استاذ. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مره كنت رايح عشان اوصل اوردر فبخبط على شقه لقيتها والعياذ بالله شقه مشبوهه. قلت الحمد لله ساعه الحظ ما بتتعوضش. لسه هخش طبت عليا مباحث الاداب. طبعا اتنكرت في شكل مله سرير. ده انا لذيذ قوي. لا نزلت ملفوف في ملايه. ايه؟ نزلت ملفوف في ملايه. نزلت ملفوف في نص ملايه بقى. شفت نحس اكتر من كده؟ لا في نحس اكتر من كده. ايه فين النحس اللي اكتر من كده؟ ايه تاني حصل لك؟ رحت في مره عشان اوصل اوردر ببص لقيته راجل مخدرات. ببص راجل مخدرات. اه الراجل اللي هو بيبيع الحاجات الوحشه دي. اه المخدرات. وهوب قام طبب علينا بوليس المخدرات. بوليس المخدرات. المهم
ده كله غلط. ها ها انت دخلتك غلط اساسا. ها انت يا ابني بتبص لي كده ليه يالا؟ يا عم مالكش دعوه بيا. معلش معلش. هو ايه يا جدعان؟ هو ايه؟ مفيش احترام للاشقيه خالص ولا ايه؟ يا حول الله حول الله. يا جدعان في ايه بس؟ اعمل له ما ايه؟ ما تعملش انت عنا كده. انا عامل خاطر عشان حضرتك كويس. لا اعمل حاجه وريني هتعمل ايه؟ يعني انت كده نحس؟ انا كده نحس. طيب انت عارف الناس اللي قاعدين دول قاعدين على ايه؟ قاعدين على ايه؟ تبقى عارف بس. لا مش اللي قاعدين عليه دي ماده متفجره. امال ايه؟ يعني ايه؟ يعني المكان ده بقى انحس حاجه انت رحتها في حياتك. اقعد اقعد. والنبي خلاص انا اسف مش هخش تاني. اقعد حاسب انت قعدت على الحزام الناسف. ايه؟ حزام ناسف. ناسف ولا طاري؟ طب تعالوا لي بقى. يلا يا جدعان في ايه؟ لا يشال مرابعه. يشال مرابعه يشال مرابعه ويطلع يا جدعان. التليفون زيتي بقى. بس بقى وانت شبه التوفي بالليمون كده. ناسف ولا طاري؟ سمعت قال لي ايه؟ ده اي فنان. وانت قلت بلادن فجر بس ما فجرش. لا ده انا بجد بتكلم. بس تلاقي واد عمره صغير معانا. ايوه مدام يعني كده. وديتوه فين؟ في البحيره اللي يمه الشلال. في بحيره عندنا يمه الشلال؟ ما تقلقش يا امير احنا تويناه. ماشي. طيب ثانيه واحده عشان في حاجه معانا. احنا كنا بنتكلم في ايه يا امير؟ يا امير ايه ده؟ مزه؟ احترم نفسك انت. هو مزه ايه دي؟ الجماعه. طب ما هي الجماعه اليومين دول بقت منحله. حتى الواد ده لذيذ. يا نهار اسود. احترم نفسك. الجماعه دي مراتي. وشك في الحيط انت وهو. اتفضلي يا حاجه. يا امير الحقني. يا امير الحقني يا امير. وانا بستحمى دلوقتي طلعت لي حاجه كده من البانيو زي ما تقول راجل ولا ايه؟ لابس تيشيرت اصفر وعمال يقرب عليا قوي. اقول له لا بشوش عليا ده انا واحده نيه. فقام بص لي كده قلت له لا مش هينفع بقى. رحت واخداه ورميته في عين الحلواء وشدت عليه السيفون. رميتيه فين؟ في الحمام. لا انت ما قلتيش كده. لا قلت الحمام. لا والله ما قلت كده. متوتره يا امير. عين الحلوان. عين الحلوان. رميته في عين الحلوان. اصلا عين الحلوان دي عين الحلوان. ما هي عين الحلوان دايما كده. ايه عين الكنيف يعني. وشدت السيفون. يلا خلصنا منه. بس كنا نحاسبه الاول برضو يا اخي. يلا يلا. ايه ده يا امير؟ رجاله؟ لا يعني فيهم حد شبه رجاله. رجاله ماشي. اعرفكم دي جهاد. ايه جهاد؟ جهاد. لا 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 انا جهاد. انتوا فاكرين جهاد ايه؟ لا مش دي. دي جهاد المدام. طب نبص عليها بصه بس. والله انتوا يعني بصوا انتوا تتحملوا نتيجه بصيتكم. انا اخليكم تتوبوا دلوقتي. بص لهم يا حاجه. ها دي مش جهاد. دي عايزه اجتهاد. دي ارفع حاجه فيها صوتها. جريه انت وهو. والله انا شايفها حلوه وكيوت. يا واد يا سمباتيك يا محشي بالفريك. وانا واقف قلبي. يا عم الارهاب انت عبيط ولا ايه؟ خلاص يا امير عرفنا بالرجاله. كل واحد عرف نفسه. يلا. ابو سمسم. ابو زعبل. ابو فتله. ابو العربي. ام المصريين. ها جاهزه انت دلوقتي يا حاجه؟ جبت كل حاجه. طب يلا بينا. يلا والكاميرا موجوده. دلوقتي قبل ما تفجروا نفسكم لازم نوصل رساله للعالم كله من خلال صور فوتوغرافية هتتصوروها دلوقتي من خلال خلفيه منظر بحيث الناس ما يعرفوش انتوا بتتصوروا فين. الصوره دي هترعب العالم كله، تخلي العالم كله يخافوا مننا، يخافوا ان احنا نفجر فيهم زي ما انتوا هتفجروا نفسكم. هات لي المنظر ابو معروف. حاضر. خد معاك حد. حد يجي والنبي. ابو منظر. تعال معايا. طب بقول لك ايه يا امير لو سمحت. ايوه. والله كنا عايزين نفجر متحف الفن الحديث. متحف الفن الحديث؟ ليه؟ رحت امبارح اتفرج على كام لوحه هناك، ببص على لوحه منهم اتسرعت، المنظر القذر ده؟ فناديت على واد من الواقفين قلت له خد يا واد، هو ده الفن الحديث اللي بتقولوا عليه؟ قام بص لي كده، قال لي يا حاجه دي مرايه. عشان تعرف انا مستحمل ايه؟ عشان تعرفي ليه شايل كل المرايات هنا من الوقت. ماشي يا امير. ماشي. 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 ها فين يا ابني المنظر؟ اهو. مازنجر الارهاب. هو ده
هو ده. ارجع ورا خطوة. يلا يا جماعة كله قدام المنظر. يلا جهزوا الصورة يا حاجة. يا أمير يا أمير. نعم. قبل الصورة ممكن يلبسوا الدقون عشان الصورة تطلع حلوة. يا سلام خبرة خبرة. هات الدقون. فعلا فعلا شكل. أو أنت صح أنت صح. تفضلوا البسوا الدقون. أنا 43 البني دي. أيوة ده 43 بني. أنت 43 بني. أنت 43 بني. أنت 43 بني. رد يا جزمة. تفضل يا حاج. يلا يا شباب قولوا تشيز. يعني يعني تشيز. قولوا جبنة. جبنة جبنة جبنة. يا سلام. إيه. انتوا طالعين رحلة ولا ايه؟ يا حاجة جبنة ايه؟ انا عايز صورة فيها رعب. عايزكم ترعبوا الناس. يا امير يا امير صورة فيها رعب نديهم المسدسات والبنادق. انت صح. ايه ده؟ ارهابي ده ولا مساعد مخرج؟ انا مش عارف. يلا يا شباب. انا 45 السودة دي. ايوة 45 سودة؟ الله ما افتح بوقي تاني. يلا 45 سودة. والله بجتهد. يعني قول 45 سودة. ايوه ماشي يا بنص. يلا يا حاجة. عايزة شر يا امير. شر صورة فيها شر. يلا يا شباب. ها تمثيل اسكندرية. تمثيل استوديو مصر. ثانية واحدة. ثانية واحدة يا حاج. تعال يا ابو معلم. خليك بس. اتفضلي يا حاج قولي. يلا. تماثيل اسكندرية. تماثيل استوديو مصر. ايه اللي لافت نظرك ورا يعني؟ يعني انت شايف ايه احنا مش شايفينه يعني؟ ايه؟ قولي تاني. تماثيل اسكندرية. تماثيل من هنا. تاني؟ اه. طب ما خلاص بقى كده انا اصور بقى واظبط الحاجات دي فوتوشوب بقى. عايزين صوره كمان. صوره ثانيه؟ يلا حلو قوي كده. كده حلو. والاستلام امتى بقى يا حاجه؟ بكره ومعاك صباطين موز. الاستلام امتى يا حاج؟ بكره ومعاك ثلاث صباطات موز. ايوه يعني الاستلام امتى؟ بكره وتعالى كل الموز. هي كان قصدها تقول انك قرد يعني بس هي مش عارفه تقول كويس. معلش. شوف عشان امير متجوز واحده مفخخه. اه والله. ها خلاص خدنا الصور. شيل الدقون شيل الدقون. يلا جهزوا عشان في دلوقتي قناه هتيجي تصور معاكم. القناه اللي هتيجي تصور دي عايز كل واحد يقول هدفه ايه من التصوير. كل واحد يقول ايه الرساله اللي هيوصلها للعالم كله من اللي بيصدره للناس. قناه ايه دي يا امير؟ يا رب تكون قناه التت. انا عارف انك نفسك ترقص. لا مش هي التت. قناة هتصدر الإرهابيين. يبقى قناة الجزيرة. افتح افتح. مين؟ هو أنا الباب. افتح. مين بيرزع على الباب كده؟ أكيد قناة الجزيرة. افتح. اه طيب. مين؟ افتح. احنا قناة الجزيرة. ايه ده قناة الجزيرة؟ انت متفاجئ على طول كده. ايوه ما احنا مستنيينهم. انتوا مستنيينهم؟ اه احنا كلنا وانت معانا. والله العظيم. وانت مش مستني؟ طيب ماشي. انت ايه؟ اعمل ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ نفسي اعرف بتاخد ايه؟ مش حاجه بتعمل كده ابدا. لا ايه افتح. افتح الباب؟ امال تفتح ايه؟ دلوقتي يعني؟ اروح؟ لا استنى استنى استنى. افتح افتح. طيب ماشي. ايه خشوا. يلا يا مجدي ما قدمناش اي وقت النهارده. يلا بسرعه. اهلا وسهلا حضرتك. انا الامير. لا هو مفيش انا ومفيش هم ومفيش احنا ومفيش وقت لاي حاجه خالص. سيبوا 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 سيبوا. تعال 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 بس كده. تعال كده وصلي على النبي. بس بس كده. سيبوا سيبوا خالص. سيبوا خالص. يا حضرتك انا الامير. لا انا الامير حضرتك اللي انت ايه؟ انت
ايه؟ بص انا دلوقتي بتكلم اهو، فانت المفروض ترد عليا. انت ايه؟ انت ايه؟ انت بني ادم ولا انت ايه؟ قولي. اذا في حاجه غريبه دخلت ركنت هنا قناة الجزيرة، وده المصور اللي هيصورنا. اه سيبه 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 يقع لوحده، سيبه يقع لوحده. يلا يا مجدي. يلا يلا حضرتك. انا لا خلاص، انا هبدا على طول. نحن الان سادتي تحت احد اهم كبار القاهرة. انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت حاجة؟ انت حاجة معروفة؟ ادرو يعني؟ زي ايه ده؟ كنا هربان من محل لعب ولا ايه؟ ايه؟ قال لك ايه؟ ده مش عايز يرد عليا خالص. يمكن مش شايف؟ سيبه دلوقتي. يمكن. لف يا مجد، لف يا بابا. انت يا ابن الصين هي اللي بعتك؟ انت صيني؟ انت ولا ايه؟ سيبه نصور بقى وخلاص. ده معناه جدع. ايه الجمله؟ ماما انت بنيني يا بلا. هو اللي صيني؟ انا شفت العجب الدنيا. معلش معلش ماشي. يلا هيصورنا دلوقتي مجدي. يلا. لف الكاميرا لو سمحت. لف الكاميرا يا مجدي. يمكن ما اسموش مجدي. لو سمحت لف الكاميرا لو سمحت. ايوه الكاميرا مش وشك. لف الكاميرا. كاميرا الكاميرا لو سمحت. ايوه يلا اتفضلي. انزل انزل. احنا كده بنصور سر الارض يا جدعان. النومه دي حلوه قوي. قوم يالا من هنا. يالا قوم يالا. هتشبه الارهابيين كلهم يالا. انت يا ابني ينفع اللي انت عامله في الرجاله ده؟ ثمان شباب ما قعدنا كده. ثمانيه انت عدتنا غلط. تعالى انت مريض يا. بصي غصب عنه هنصور. يلا اتفضلي حضرتك. احنا فين؟ نحن الان سادتي تحت احد اهم كبار القاهره، حيث توجد مشكله كبيره الا وهي اطفال الشوارع. كيف لدوله عظيمه مثل مصر ان تترك هؤلاء الاطفال وتهتم بالمتشردين في الشوارع؟ ونحاول الان ان نجري حوارا مع احدهم. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابو زعبل. ده اسمك؟ زعبله. اسمك ايه يا بابا؟ ابو سمسم. اسمك ايه يا امور؟ ابو فتلة. وده اسم عين؟ مش طفل. الواد ده بقى لذيذ والله. هو في حاجة غلط؟ اكيد في حاجة غلط. طبعا في حاجة غلط. يعني حضرتك اطفال شوارع ايه داخلة في وسط الوكر وتقولي لا خلاص انا عرفت احنا فين. نحن الان سادتي في المسرح. هل تجثث قتلة؟ مشرحة فعلا. والنبي يا عم المشرحة مش ناقصة قتلة. قوم يا عم قوم يا عم صور انت يا عم اللي هناك. انت ايه؟ يمكن يفهمك كده. هتودينا فين تاني؟ هننزل تحت الارض عشان نفهم انت ايه؟ يا ترومان.
تعالى ابو معروف، تعالى يا ابني، تعالى مالكش دعوه بيهم، هم فاهمين شغلهم، تعالى. حاجه صعبه. معلش. ها اتفضلي. نحن الان ثلاثه في المشرحه، حيث توجد العديد من جثث القتلى التي قتلتها ايدي النظام البارد، ونحاول دلوقتي ان احنا نجري حوار مع احدهم. اسمك ايه لو سمحت؟ القتيل ابو سمسم. اسمك ايه لو سمحت؟ ايه ده؟ انت شايفاني؟ ني 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 جرأة. الإحساس نعمة يا ابني. الله. في الفرقة هنا. اسمك ايه لو سمحت؟ ولو ما كنتش قتيل هقتلك. والله انا قتيل بس مش راضي اقول. قول لي النظام قتلك ازاي؟ لا مش هقول لك، مش عارف ليه مش حبك. غلط برضه. في حاجه غلط حضرتك، داخله وكر ارهابيين هيفجروا نفسهم، شويه تقولي اطفال شوارع وشويه تقولي مقتولين في مشرحه. حضرتك كل ما بتختلق حواديت وحكايات الناس ما بتصدقكوش. احنا ارهابيين رايحين نفجر نفسنا في مصر كلها عشان الناس غصب عنهم يخافوا مننا فيحبونا، لو ما حبوناش هنقتلهم كلهم، نقتل 95 مليون عشان في النهايه نحكم نفسنا وبس. ودي كلها اهداف ساميه، وساميه عارفه وساكته، وانا عندي هدف نبيل، ونبيل اتقتل اول امبارح. عايز حاجه تاني؟ الحق يا امير. مجدي يبص لي في عيني. يا مجدي ما تبصليش في عيني، انا مش خايف منك، وانت انا عشان كده وانا كده هتت اهدى 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 وقلنا لا اتفضل. وانا ازاي ما سجلتش معاك؟ ما انا من الصبح عمال اقول لك، عمال اقول لك ان انا الوحيد المسؤول عن الوكر ده كله، انا الوحيد اللي بدرب كل الارهابيين اللي مش بس في مصر، في كل حته في العالم العربي لغايه ما نفتته كله. عظيم جدا، انا لازم اسجل معاك دلوقتي. يلا اتفضلي. مجدي لو سمحت ممكن بس تهز شويه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ هز شويه. هزه؟ اه. ان شاء الله بكره بعد الصلاه باذن الله. قالت لك ايه؟ بتقول لي هزه. هزه. رجع ده انا لو شلت هبت في السقف هيفضل عامل. طب زق يا ابني. اصحى يا ابني المدرسه. اصحى عشان المدرسه. انت عندك امتحانات والله، ده اللي عامل فيك كل ده. انت عارف ربنا هيكرمك والله. انسى ايه؟ سيبه ابو معروف. طب انت بتسقي ولا انت جيب لك ميه؟ عسيك يمكن تطرح حاجه غريبه. ايه؟ عجيب ميه وسيك. سيبه في طينه. اتفضل. نحن الان سادتي مع احد الاستشهاديين الذين يحاول تفجير نفسه في القاهره، نحب نتعرف باسم حضرتك. انا اكيد مش هتقدر تقول اسمك، انت في منتهى الذكاء عشان ما حدش يعرفك. ممكن اعرف انت ليه عايز تفجر نفسك؟ بالنسبه لي طبعا مفيش اي كلام ممكن يتقال على اللي انت عايز تعمله، بس انت عايز توصل لهم فكره صح؟ بس واكيد الفكره دي وصلت لكل الناس. بس اهم سؤال دلوقتي، انتوا عددكم قد ايه؟ احنا عددنا 95 مليون. 95 مليون واحد عايز يفجر نفسه؟ الشعب المصري كله عايز يفجر نفسه؟ كم انت عظيمه يا مصر، هو ده اللي مستنينه منكم يا مصريين. كانت معكم شهيره عمار. يلا يا مجدي. حد يقتلها الست دي. يلا يا مجدي. سيبلنا احنا مجدي بقى، سيبلنا احنا مجدي. تعالى. شفت وديت الواد بتاع، تعالى هنا تعالى. الواد بتاع الدليفري وديتوه فين؟ معاه. استنى بس، استنى يا عم. بتعمل ايه؟ بشوش على الجزيره. يلا. قدر. بس انت ما تشغلش دماغك بالناس دي. ده انا ما اصل ما رحتش جنينه الحيوانات قبل كده، ما اعرفش. لا لا يا بنت، ياما هتشوف، ياما هتشوف طول ما انت معاه هتشوف. طيب. ها خلاص يا رجاله جاهزين؟ عايزين بقى ننجز يا عم الامير، واتكلمنا في الاجر بتاع ام العمليه دي. بص يا جماعه، الاجر والثواب عند الله. لا معلش بقى، بحبح ايدك معانا باي حاجه مش هينفع.
مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع. ماشي يا جماعه الفلوس موجوده والراجل جايب الفلوس والشنطه دي مليانه فلوس. انت معاك قد ايه؟ معايا 2 مليون بلبل. ايه؟ قال حاجه فيها طائر. ايوه مش فاكر. 2 مليون بلبل؟ ايوه. دي عمله قطر البلبل؟ ايوه. ايه 2 مليون بلبل دي؟ 2 مليون دولار. طيب بص ابو معروف، ابو معروف احنا معانا مبلغ ضخم. ايوه تعالى. امال مين؟ روح قول لهم معانا مليون جنيه هتتوزع علينا كلنا. ها ماشي. يلا مليون جنيه، لان احنا اللي بنتعب واحنا اللي بنشقى واحنا اللي بنخطط واحنا اللي بنرسم الخرايط. هم بيعملوا ايه؟ كل واحد يعلق الحزام الناسف وبالكتير يدوس على الزرار ينفجر. قال يعني كده عمل حاجه يعني. عندك حق. عندك. يلا يا ماشي. يلا بصوا يا رجاله. ايه ابو معروف؟ ايه تعال. طب بعد اذنكم بس سنه. حاضر. انا متهيألي مليون كتير قوي عليهم، يعني هيعملوا ايه بالفلوس دي؟ صح. ها روح قول لهم نص مليون واحنا المليون ونص، مش كده؟ ماشي. نوزعها علينا احنا كل واحد ايه 100,000 وانا الباقي يعني. يلا طيب اجري على الله. بصوا يا رجاله. ايه احنا هنعمل دلوقتي؟ ابو معروف تعال. إيه؟ تعال معلش. طب بعد اذنكم بس سنه. حاضر. قول لهم 100,000 جنيه بس. طب ما نقول لهم 50,000. ما انا مش عايز اضغط عليهم يعني، اصل انا قلبي حنين يعني. خلاص يا امير عشان خاطر. يا نقول لهم 10,000 جنيه. يلا طيب بصوا يا رجاله. ايه حاضر. ومعروف. لا اما انا فهمت دماغك خلاص. تمام. بصوا يا رجاله على الطلاق ما باصص. بصوا انتوا انا شعري قصف من كتر ما بقت لوح كده. بصوا يا رجاله احنا هنعمل العمليه دي لوجه الله، واحتمال نلم من بعضينا كمان. لا يا حبوب الكلام ده في برنامج صبايا الخير مش معانا. ايه ده ايه ده ايه ده يقلبوا عليكم ليه يا امير؟ يا جماعه يعني ما تقدروش تشيلوني؟ ده اول تعامل بينا وبين بعضينا يا جماعه. انتوا لو ربنا كرم وفجرتوا نفسكم وتفجيركم عجبني هعوضها لكم العمليات الجايه ان شاء الله. نشيلك فوق كتفنا والله يا امير، بس ما فيش حد بيفجر نفسه بلوش. يعني يرضيكوا ادفع من جيبي؟ معلش يا امير بحبح ايدك باي قرشين للورثه واحنا بعد كده من ايدك ليه لدي. ماشي عايزين كام؟ كرمش ايدك بس في 2000 جنيه كده لكل واحد، ومره الجايه يبقى لينا كلام. تادي نايت تتكلم عن نفسك. 2000 جنيه على الطلاب الثلاثه ما نفجر نفسنا اقل من 2500 جنيه. 2500 جنيه ماشي ماشي هدفع من جيبي بقى غصب عني. هتنزل تحت على المخزن. ايوه 10,000 جنيه تطلعهم لي على هنا. ها ماشي يلا اتكل على الله. يلا انت اللي هتروح عشان انا مش فاهم والله. انا بس كنت قلقان عليكم يعني. انتوا هتاخدوا الفلوس هتعملوا بيها ايه يا جماعه؟ ممكن تشربوا مخدرات ولا تشربوا سجاير، وده غلط عشان صحتكم قبل ما تموتوا يعني. انا بصراحه نفسي في شقه. انا نفسي في عربيه. وانا نفسي في فيلا. وانا نفسي غم عليا. الواد ده لسه لذيذ. دي جمله عاديه. انت جايب ايه يا عم؟ بقول لك 10,000 باكو لوحده. 10,000 دول داريهم. ها طيب ال 10,000 كل واحد 2500 يا رجاله. هتروحوا مع ابو معروف دلوقتي، هتنزلوا على المخزن، هيلبس كل واحد فيكم الحزام الناسف، وبعد ما تنسفوا نفسكم اديهم الفلوس. ها حاضر. يلا يلا يا اخوانا ورانا كده عشان نروح للمخزن. يلا يلا بينا. يلا يا رجاله. سلام يا امير. حصل لنا تفجير. كله طابور كله طابور. تعال 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 كده، ولا واحد فيهم هيطول مليم. وحتى ابو معروف ده لو جه مش هياخد. او جه ابو معروف طبعا انا وانت وهو هنقسم الفلوس علينا. طبعا الشنطه دي لو اتفتحت وانا مش هنا مش هعمل يعني هخرب الدنيا. انا فاهم انت هتعمل ايه. انت مش فاهم. انا فاهم انت هتعمل. بقول لكم ايه، الشنطه دي مش هتتفتح غير بكره الصبح. خلاص بكره الصبح الشنطه معايا، وروح انتوا بس اظهروا معاهم عشان ما يحسوش بحاجه. تمام يا امير. يلا يلا اتكلوا على الله. يا 2 مليون دولار اخيرا، اكبر عمليه في حياتي. 2 مليون دولار بدل العمليات الصغيره، عمليه واحده كبيره اقضي بيها بقيه حياتي. يا حاجه. ايه يا امير؟ تعالي يا حاجه تعالي تعالي، احنا بقينا مليونيرات. ايه بقينا مليونيرات؟ مليونيرات معانا فلوس كتير، معانا فلوس كتير. يا نهار اسود. انت مديت ايدك على الحرام. حرام مين؟ اقعدي يا حاجه هعمل لك مفاجاه جامده. بص الناحيه الثانيه اهو. بصي ايه رايك في المفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ ايه ده؟ حسيتي بحاجه؟ ما حسيتيش بحاجه. فلوس ايه دي؟ فلوس مين ولا فلوس؟ إيه؟ هم اساسا كانوا مستنيين نقسمها. احنا مش هنقسمها، هاخدها انا وانتي وناخد الفلوس ونهج يا حاجه من هنا. نروح اي حته تاني غير الشقه دي. ايوه بالظبط، نروح اي حته في العالم. المهم انا عايزك ايه؟ تتفاجئي بالفلوس. بص الناحيه التانية. وهتيجي تبصي تاني افرجك على الفلوس. ماشي. بص الناحيه التانية. ها 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 ايه رايك؟ لا بصي الناحيه التانية. ها 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 شفتي ايه؟ ما شفتش حاجه. طب بصي الناحيه التانية. ها ها ايه ده؟ يا نهار اسود. طب لا ده حجر.
ده هاجر هشمه اللي هو بيبقى واجهات العمارات ده المتر ب 200 جنيه بالتركيب والمونه ده بيترش بالميه ده بيبقى زي الفل. ايه ده الورقه دي كمان؟ ده جواب من ابو عيشه للامير شكرا لحسن تعاملكم معنا. يعني ايه؟ يعني انا اتنصب عليا؟ يعني شاع عمري راح؟ شاع عمري راح؟ وفي حد ياخد شنطه من غير ما يفتحها يا امير؟ ما فتح الشنط ده كان مسؤوليه التفاس وابو دهشوم. شاع عمري راح؟ لا يا امير ما تقتلش نفسك. انت مش خاسره المسدس يا وليه؟ شاع عمري. لا يا امير ما تقتلش نفسك يا امير. شاع عمري. ما تقتلش نفسك يا امير. المال لاحة المال لاحة وحبيبتي ملوك الراحة المال لاحة. مش تكشو ولا نشرة ولا نشرة الليلة مفسح جماعي وعشرة يابا تياترو مصر دي مصر تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصر دي مصر تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو كفاية غم وحرق الدم عايزين نرجع ضحك زمان عايزين نفك شوية يا عم وادي الجواب بمن عنوان كفاية تعالى شوف رواياتك كيف روح تياترو مصر.